مرحبا بكم من جديد مشاهدين الكرام إلى فقرة نجم الأسبوع، وحقيقة لدينا في حلقة هذه الليلة نجم يستحق الإشادة كثيرا، بطل من أبطال اليمن للناشئين الذي استطاع أن يحقق عدة إنجازات سواء على المستوى المحلي أو حتى على المستوى الخارجي. قبل أسبوع من اليوم شارك في البطولة العربية للسباحة التي أقيمت في جمهورية مصر وحقق ميداليتين ذهبية، حصد المركز الأول فيها، وحقيقة شاب يستحق الدعم والمساندة. وخلونا نذهب لنتعرف على يعني خطوط عريضة من السيرة الذاتية له. وطبعا ينضم معي في هذه الأثناء من صنعاء عمرو عمار الفرح، وأنا حريص أن أضيف عمار، هذا الوالد الذي يستحق حقيقة كل الحب والتقدير الذي يقف إلى جانب ابنه عمرو. عمرو مساء الخير وسعيد بوجودك معي في زوايا الملاعب، وأهلا وسهلا فيك، عرفني وأيضا المشاهد الكريم بشكل أوسع عن نفسك. عمرو تسمعني؟ السلام عليكم، أنا عمرو عمار. أيوة بسمعك. تفضل. السلام عليكم، أنا عمرو عمار محمد حسين الفرح سباح. بس أول أشكر قناة عدن الفضائية لاستضافتي في هذا البرنامج. إحنا نشكرك أنت يا عمرو على وجودك معنا، وأنت تستحق أن تكون على شاشة قناة عدن، لنفاخر بك ونباهي بك، أنت واحد من الأبطال الجيدين حقيقة. عمرو، كيف اتجهت نحو السباحة؟ يعني ما الذي خلاك يعني ناس تروح، غالبية الشباب والناشئين يذهبوا نحو كرة القدم، أنت اتجهت منحنى آخر باتجاه السباحة، كيف كانت الفكرة البداية؟ أصلاً أبي كان زمان لاعب تيكواندو، بعدين بقيت إصابات شديدة، فقال ما بيدخلنيش هذه الرياضات بالمرة، الرياضة الوحيدة التي تخرج منها مستفيد من دون إصابات بالمرة وهي السباحة. فدخلني ودربت، قلت لي 4 سنوات تقريبا، وإذا أنصرت بهذا المستوى. ما شاء الله، جميل. في 2018 كان بدايتك مع السباحة، فين بدأت بالضبط ومن الذي شجعك إلى جانب أبوك؟ اللي شجعني إلى جانب أبي الكابتن عبد السلام الجعدبي، هو الذي ضمني إلى فريق الاتحاد اليمني للسباحة. يا عمرو قل لي يا عمرو، قل لي البداية حقك كيف كانت، كيف بدأت في البداية في مع السباحة؟ أول ما بدأت كنت دائما أنهزم. أيوه. كانوا أصحابي دائما متفوقين علي في كل السباحة، في الفراشة والظهر والصدر والحرة، دائما يتفوقوا علي، يفوزوا علي يمكن بطولتين يفوزوا علي وأنا ولا حق لي ميدالية. أيوه. ولا داخلية، وكنت أزعل دائما، أزعل. فرجعت أتدرب وشددت في التدريب كثير، جلست أتدرب. بعدين جات البطولة الثالثة في مسبح الشرطة، بطولة مفتوحة، وحققت بها ميداليتين ذهبيتين. ما شاء الله ممتاز. يعني أنت تريد أن تقول لنا يا عمرو أنه مع الإصرار يصل واحد لتحقيق أمنياته وأيضا رغباته، الفشل هو بداية للنجاح كما يقال. يا أستاذ علي. نعم. يا نعم، صوتك عندي واضح. صوتك في نقطة بس نقطة نسيئة عمرو يا أستاذ علي. تفضل. إنه البداية كانت إني أخلي الأولاد
علشان يروحوا يسبحوا في نادي القوات المسلحة. وبعدين لقينا الأستاذ عبد السلام الجعدبي، وكان في هذاك الوقت هو الأمين العام للاتحاد اليمني للسباحة. فشاف أن وكذلك أخوه سهيل يعني واعدين في موضوع السباحة، فعرض علي الفكرة، قال إيش رأيك أنت مستعد إنهم ندخل؟ نعم نعم في المنتخب تدربوا بصفة مستمرة، لأن السباحة تحتاج تخيل يا أستاذ علي إلى 5 أيام في التدريب، مش زي بقية الرياضات الثانية فقط تكفي يوم أيوه ويوم لا. فقلت له والله موافق. وبداية من هذا التاريخ تم إيش يسموها رعايتهم من قبل اللجنة الأولمبية، وتدريبهم من قبل المدربين عبد السلام الجعدني وكذلك المدرب سامي السياغي، ولهم الفضل الأكبر في فيما حققه السباح عمرو. يا سلام، جميل. طبعا من باب نحن نوضح للمشاهد الكريم، هذا هو عمار والد البطل عمرو، أحبب أن يضيف معلومات هي مهمة من باب أنه نوضح الفضل بعد الله عز وجل لهؤلاء الناس الذي صنعوا لنا نجم شرف اليمن محليا وأيضا خارجيا. طيب يا عمرو، خليني أعود لك أنت، وأنا أريدك تحدثني عن طبيعة مشاركتك في البطولة العربية التي أقيمت في مصر الأسبوع المنصرم. كانت البطولة كنا من السباحين والسباحات مستواهم قوي يعني بالنسبة للسباحين اليمنيين، وكنا نشوفهم يسبحوا نكتسب خبرات كثيرة. ممتاز. خبرات كثيرة جدا، فمثلا القفزات حق السباحة واللمسات هذه مهمة جدا بالسباحة والتكنيك، كنا نبسلهم هم يسبحوا ونستفيد منهم كثير. فالبطولات الخارجية يعني بشكل خاص مهمة جدا، مهمة جدا للسباح لاكتساب الخبرة. والفرق بيننا وبين السباحين الآخرين تقريبا الخبرة، لأنهم يشاركوا في بطولات كثيرة، وهذه بس أول بطولة خارجية. لكن يا عمرو، أنت من أول بطولة خارجية استطعت أن تحقق ميداليتين ذهبية. الحمد لله. قل لي كيف كانت الأجواء حق المنافسة وعلى من تغلبت؟ أنا تغلبت على فلسطيني وعراقي، ما أذكرهمش يعني ما أذكر أذكر. طيب أجواء المنافسة، المنافسة وشعورك أثناء وصولك وحصولك على المركز الأول. كنت في البداية متوتر قوي، كنت متوتر قوي. بس أول ما تطلع في القفزات حق يعني لا حق السباق تكون متوتر قوي، يقول لك تيك يوم مارك، يصير توتر، تسبح تطير، تشد بكل قوتك، يصير كله يروح على جنب. جميل. أول ما تقفز بالسباحة كل التوتر يروح على جنب، يعني تنسى كل شيء وتبدأ في السباحة. عشان كلمني الكابتن سامي وقت عبد السلام، أول ما تقفز تذكر التدريب حقك والاجتهاد اللي كنت تدربه، ما يصيرش بلاش. جميل. فأنا شديت. جميل. طيب يا عمرو، لمن يتابعنا الآن من النش وأيضا الشباب الذي عندهم هواية وعندهم أيضا رغبة في ذات الوقت أن يشاركوا مع الأندية وأيضا حتى يصلوا لما وصلت إليه أنت لتمثيل المنتخب والذهاب في المنافسة، الأساسيات الذي يجب على أي حد هاوي السباحة أن يعمل عليها؟ شوف يعني تقريبا في اليمن في ناس لما أشوفهم في المسبح مستقبلهم كسباح، مستقبلهم كسباح يمكن يكون مزدهر، ولكن الأوضاع في اليمن المفروض يكون يدوروا على سباحين، يكون في ملاحقة للرياضة بشكل عام مش في السباحة بس. بس يعني يلتقي الكابتن قبل كذا وكذا، قبل يمكن 4 سنوات أو 3 سنوات ما كان في سباحين بالخالص يدخلنا إحنا بس. يعني ما في سباحين وقت الحرب، ما كانش في حد يعني صحيح يدخل
فيها ويشد علينا. ومع انه يعني في ناس يعني لو تبصر اجسامهم ومواصفاتهم يصيروا يكونوا سباحين، بس يعني مع الحرب ومع يعني لم تخدمهم الظروف ليستطيعوا تحقيق احلامهم وامنياتهم. طيب يا عمر، احلامك وطموحاتك، هذا سؤالي الاخير قبل ان اودعك، ما الذي تريد ان تكون في المستقبل؟ في المستقبل اريد ان اكون سباح، والى جانبها دكتور جراح ان شاء الله. يا سلام، طبيب جراح، انا اتمنى لك التوفيق، وهذه يؤكد على انك انسان، ودائما اي يعني ناشئ مثلك يطمح بان يكون طبيب، هي واحدة من المؤشرات التي تؤكد بأن داخلك إنسان. وتمنى لك التوفيق يا عمرو، إن شاء الله بإذن الله نشاهدك وأنت تحقق أحلامك وأيضا طموحاتك، وترفع العالم اليمني عاليا في مختلف المحافل وأيضا المشاركات والبطولات العربية والدولية. يعطيك ألف عافية، تحية لك ولوالدك الكريم ولمن نسق لنا أيضا معكم في هذه المقابلة. مشاهدي الكرام، ما زلنا مستمرون معكم، ولكن سنذهب إلى فاصل قصير، وبعد الفاصل نعود لنتعرف على أهم وآخر وأبرز المستجدات والأخبار الرياضية المحلية وكذلك العربية والدولية. تابعونا.